يتوقع العلماء أننا جميعاً سوف نأكل الحشرات في المستقبل. أعرف أن الأمر يبدو جنونياً، ولكن في الحقيقة إنها مغذية جداً ومتوافرة بكثرة. فالكمية التي يمكن تحويلها إلى طعام مأكول بكميات أكثر مما سنحصل عليه من حيوانات المزرعة، وهي مليئة بالبروتين، مما يجعلها بديلاً ممتازاً للحم. هذا لو تحملنا طعمها. وهذا ما جعلني أفكر، كم يمكن اعتبار الحشرات لذيذة؟ هل من الممكن أن نصل إلى مرحلة استبدال دجاج كنتاكي المقلي مقابل صراصير صينية مقلية؟ دعونا نعرف الآن. لكن في البداية اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. بودرة الصراصير المليئة بالبروتين. إن تجربة أكل الحشرات للبعض تجربة سيئة جدا، ولكن بعض الناس يمكنهم التغلب على قرمشة قشرة الصراصير والأمعاء المهروسة أو أقدامه الصغيرة وهي عالقة بين أسنانك. وتوافر هذه الحشرات ليست الفائدة الوحيدة التي ستحصل عليها من تناولها، فمحتوى البروتين بداخلها سيكفيك، ولكن تحتاج إلى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. وبالفعل تقوم الشركات حالياً بتهيئة السوق لصناعة مقويات عبارة عن صراصير مطحونة، فهي تمنحك تغذية حقيقية بها حديد أكثر من السبانخ، وبها كالسيوم أكثر من اللبن، وبها فيتامين B12 أكثر من اللبن، أكثر من السلمون واللحم. ويمكن للصراصير أن تنمو 10 مرات أسرع من البقر، وتستهلك 12% أقل من الطعام لوحدة الوزن. وتبين الأبحاث الجديدة أن تربية الصراصير تستهلك مياهاً أقل، وينبعث منها جزء صغير جداً من ثاني أكسيد الكربون. نمل الليمون. المرة القادمة التي ستجد نفسك ضائعاً في غابات الأكوادور وتشعر بالجوع الشديد، لا تخف، ببساطة فقط كسر غصن شجرة وافتحه مثل ما تفعل مع أقدام السلطعون. ولو كنت محظوظاً ستجد مجموعة من النمل البني، وهي تعرف بنمل الليمون، ولذيذة جداً. وبالطبع إذا كنت تتساءل حيال النكهة، فالفكرة كلها في الاسم، بسبب وجود حمض الفورميك والذي يمنحها نكهة لاذعة، جاعلاً إياها وجبة ممتازة. نمل العسل. هذه الحشرات الغريبة تعتبر تحلية لسكان استراليا الأصليين، والتي يتم الحصول عليها من الأنفاق الموجودة تحت الأرض، حيث تحمل وراءها وعاء مليئا بالعسل، والموجود في الخلفية المتضخمة لبعض أنواع النملات العاملة، والتي تمتلئ بفعل تناول الطعام بالقوة لتشبه في النهاية كيم كارداشيان، وتظل مخزنة هكذا حتى يصبح هناك حاجة إليها، حيث تقوم العاملة بتقيؤ عشائها من أجل أصدقائها. تخيل معي فرقعة هذه الفقاعة الممتلئة بالعسل داخل فمك. قد لا تبدو جذابة، ولكنه عسل صافٍ، ومن المفترض أنها لذيذة وحلوة. الصراصير. لا أعلم كيف قد يحدث هذا، ولكن هذه الحشرات الواسعة الانتشار ذات فائدة كبيرة. إنها مصدر رائع للبروتين، ويتم تربيتهم بصورة تجارية في المزارع حول العالم، وخصوصاً في الصين. وتم إصدار تقارير تدل على أنها معجزة دوائية، ويتم طحنهم إلى بودرة لاستخدامهم في علاجات كثيرة متعددة مثل وصفات لعلاج الحروق. من السهل تربيته وتخزينه حتى في حالة وقوع انفجار نووي، وطعمها يشبه الدجاج قليلاً ذي الدهون، كما أن طعمها يبقى في فمك فترة بعد تناولها. دودة الحرير. في اليابان عادة ما يتم تقديمها مغلية في صوص لاذع مطبوخ بصوص الصويا والسكر. في تايلاند يتم بيع دودة الحرير المقرمشة في الأسواق. إنها ليست منتشرة فقط في جنوب شرق آسيا، بل وتم تقديمها لتغذية رواد الفضاء في المهمات طويلة الأجل، لأنه من السهل زراعتها ونكهتها تكون مالحة نوعاً ما. يتم تربيتها من قبل مجموعة من الشركات المبتدئة، ولكن التكلفة من أجل جعلهم بحالة جيدة ما زالت مشكلة. ومع دخول مزيد من المربين للعمل، سيعمل على تخفيض الأسعار، مما سيجعلها متوافرة بصورة أكبر. النمل الحائك. في الهند يتم استخدام النمل الحائك البالغ في علاج الروماتيزم، والزيت المصنوع منهم يتم استخدامه في علاج عدوى المعدة، كما أنه مثير للشهوة الجنسية. تم وصف نكهته بأنها كريمي ولاذعة تشبه الليمون. بق المياه العملاق. العديد من فصائل بق المياه العملاقة يمكن أن يصل طولها إلى بوصة واحدة، وأعضاء الفصيل اللافسيريوس يمكن أن يصل طولها إلى بوصتين، وهو ما يجعلها ليست وفية من عالم الحشرات.
ويقول بعض الأشخاص إنه لو تم أكلها نيئة فإن طعمها ورائحتها تشبه نوعا من التفاح يعرف بتفاح السلطعون، وعندما يتم طهوها فإن طعمها يشبه السمك، ولكن تظل محتفظة برائحة التفاح. يرقات ساجو، والمعروف باسمها الساحر، سوسة النخل الحمراء أو خنفساء الخطم. هذه الحشرات بصورتها اليرقية تعتبر شهية جدا في بعض مناطق جنوب شرق آسيا، وغنية بالبروتين، وهي واحدة من فصائل الخنافس المتعددة القابلة للأكل، ويقال إن طعمها يشبه طعم اللحم عندما يتم تحميصه أو طهه على البخار. عقرب الإمبراطور الأسود، والتي تعرف بالوحش، سوف تخاف أن تنظر إليها، ولكن طعمها لذيذ. الأحجام الكبيرة يتم إدخال عصب بها من الوسط وقليها في تايوان والصين وكمبوديا، وطعمها يشبه السلطعون أو جراد البحر. هناك مقهى يسمى مقهى الحشرات يقدمها مع السلطة وأعلى الكب كيك، وهذا إذا شعرت بالجوع وأنت في معبد أنغكور وات. العنكبوت المخطط، يصدق الناس في كمبوديا أن العنكبوت المخطط يزيد من الفحولة، وهي مشكلة عويصة سوف يفعل المحليون أي شيء لحلها لأن طعمها ليس باللطيف. المعدة والأعضاء ستنفجر في فمك مثل السكاكر المليئة بالعسل. أيضا مقهى الحشرات السابق ذكره يقدم دونات العنكبوت المخطط، والعبوات المحفوظة منه متاحة على موقع أمازون. من العسل، هذه الكائنات الصغيرة مصدر أكثر للسائل من الطعام، لأن كل ما هي تأكله هو عصارة النباتات، وبينما يتحركون يتركون وراءهم آثارا للعسل والذي يشربه النحل كاللبن. هذه المادة الحلوة يجمعها الناس في المكسيك والشرق الأوسط، وطبقا للبعض هذه الحشرة قد يكون طعمها لاذعا أو حلوا طبقا لنوع النبات الذي تغذت عليه. الدبابير اليابانية العملاقة، قد يكون لدى هذه الحشرة أفضل اسم فيهم، حيث يسمونها جالبة الخراب ذات الدم البارد. السبب أن هذه الحشرات مستعمرة وغازية ومدمرة، فحشرة واحدة منها يمكنها القضاء على آلاف من نحل العسل، وقد تسبب تدمير النحل عبر العالم. إحدى الطرق لإيقاف تحرك هذه الحشرة وخرابها عبر أكلها، أجل يمكن أكلهم، حيث لا يمكنهم مقاومة رائحة الكحوليات، لذا ركوب الكحوليات الخاصة بك مفتوحاً ليلاً، ومن ثم ستجده مليئاً صباحاً بهذا النوع من الحشرات، ومن المفترض أن يكون طعمها مثل القريدس، ولكن احذر لأنها تقتل أيضاً سنوياً 40 شخصاً. عنكبوت الموز، هذا النوع من العناكب معروف بشبكاته الكبيرة ولونه الأصفر، إنه غير خطير مثل ما يبدو، وشائع جداً في الولايات المتحدة وأستراليا وأماكن أخرى حول العالم. من المفترض أنه لذيذ جداً، نكهته تشبه نكهة الخبز عندما يتم طهوه، ولكن حالياً لا توجد أي طريقة إلى تربيته بسبب ميوله إلى قتل بعضهم البعض، فبذلك تبقى تحلية خفيفة بدلاً من طعام متوفر بكمية كبيرة مليئة بالبروتين. خنفسة الأيل، اكتسبت هذه الحشرة اسمها من القرون التي تشبه قرون الأيل، وموجودة في الذكور، ويستخدمها في التعارك مع بعضهم البعض وأثناء وقت التزاوج. هذا النوع من الخنافس أكبر الحشرات الأرضية الموجودة في أوريا، والغريب أنه من غير الشائع أكله، ولكن في المكسيك وبلدان أخرى يعتبر طعاماً منتشراً، فطعمها لذيذ يشبه طعم اللحم، أما يرقتها فيتم تغطيتها بالشوكولاتة وبيعها كحلوى في الفالنتاين في اليابان. الجراد المهاجر، بالإضافة إلى كونها طاعوناً في الكتاب المقدس، نجدها مصدراً لا يقارن بالبروتين، وهي ممتلئة بألياف غذائية معظمها دهون غير مشبعة وفيتامين A وB12 والريبوفلافين وبعض المواد الأخرى الضرورية، وهي تعيث فساداً في المحاصيل الزراعية، لذا يجب أن تنتقم منها بتحميصها وأكلها، ويقال إن طعمها يشبه حبوب عباد الشمس المحمصة، لذا ليس طعم الانتقام دائماً حلواً. ملكات النمل الأبيض، معظم الحشرات التي عرضناها حتى الآن شائعة ومنتشرة ويسهل العثور عليها، وهو ما يجعلها أغراض طعام يومية نموذجية، ولكن هذه الحشرة نادرة تأتينا من القارة الأفريقية، فجنود النمل الأبيض يسهل تناولهم من قبل أي شخص حول العالم، ولكن القليل حول العالم يمكنه تناول ملكة النمل الأبيض، فبجانب مظهرهم المنفر فإنه يصعب العثور عليهم، ويمكن للبعض قضاء حياتهم من دون القدرة على إيجاد ملكة نحل أبيض، ولكن عندما يتم العثور عليها يمنحونها الكثير من الاحترام،
حجمها الكبير يمنحها قيمة غذائية عالية، ويتم منحها للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في زامبيا والمرضى في الكاميرون بجانب بعض الاستخدامات العلاجية الأخرى. الطريقة المعتادة هي قطع رأسها وابتلاعها من دون مضغها، وأحيانا يقوم الناس بشيها مثل السجق ويقال إن طعمها جميل. لا توجد طريقة تجارية لتربيتها، حيث يجب تحطيم أكوام من الحجارة لكي يتم العثور على ملكات النمل الأبيض. ربما كان من حسن حظنا أننا لم نجعل هذه الحشرات العملاقة المكتظة طعاما لنا. عامة إنني لم أعد جائعا بعد الآن، ما رأيكم أنتم؟ نلقاكم في مقطع مقبل، إلى اللقاء. مهلا أصدقائي، توقفوا عن الكسل، حان وقت تنشيط العقل. أهلا ومرحبا بكم في قناة حقائق العصر، أحداث لا تصدق في الماضي والحاضر والمستقبل، أسرار عن الطبيعة وعالم الحيوان، حقائق مروعة وألغاز غامضة، كل هذا وأكثر ستجدونه هنا في قناتنا. اشتركوا في القناة ولن تشعروا بالندم.